الترجي الرياضي التونسي، ترجي اللي حقق موسم متميز، حقق فيه أرقام قياسية بالجملة، تمكن من الترشح لربط الأبطال الإفريقية وفاز بالمرتبة الثانية. هتنعملوا فلاش باك صغير على موسم الترجي الرياضي، صاحب المركز الثاني، ونرجع نحكيه في التاسعة. ضمن الترجي الرياضي البارح العودة للتشامبيونز ليج الإفريقية والفوز بالمرتبة الثانية ب 72 نقطة بعد تعادل ضد قوافل القفصة دون أهداف. فريق باب سويقة وبعد بداية صعيبة الموسم هذا والهزيمة في الجولة الأولى ضد مستقبل مرسى 3-1 عمل 9 انتصارات متتالية، كان أهمها في الجولة الخامسة 2-0 ضد النادي الإفريقي. فوز عطى ثقة كبيرة للفريق وخليه يتحصل على 27 نقطة في أول 10 جولات قبل الهزيمة في الجولة 11 ضد النجم الساحلي في سوسة، وفي الجولة 13 ضد ترجي جرجيس في العاصمة 2-1. في وقت اللي تصورنا فيه الترجي باش يدخل في أزمة بعد الزوز هزايم هذم، حقق أبناء عمر سويح سلسلة جديدة من الانتصارات، وصل عددها لتسع انتصارات كاملة، توقفت في الجولة 23 بالتعادل في باردو ضد الملعب التونسي دون أهداف. باش توصل إسبرانس للماتشوات الحاسمة والمواجهات المباشرة، زوز مقابلات جاب فيهم الترجي كان نقطة واحدة بعد تعادل في رادس ضد النجم والهزيمة في صفاقس ضد سي اس اس، نقطة خليته يخرج من حسابات الفوز باللقب، وحتى المرتبة الثانية كانت تنجم تضيع ليه لولا زوز هزايم الاخرانيين الزملاء علي معلول ضد حمام لنف وضد جرجيس. خط هجوم الترجي مثل الموسم هذا نقطة قوة الفريق ب 60 هدف في 30 مقابلة، وبمعدل وصل زوز أهداف في كل جولة، سجل منهم سعد بقير وطه ياسين الخنيسي 24 هدف كاملين، قسموها بالتساوي بيناتهم مع قيام كل واحد منهم ب 5 باس ديسيزيف. الترجي كمل البطولة في المركز الثاني، فلأنه نعتبر الموسم ناجح بما أنه الفريق جمع 72 نقطة كاملة وهي حصيلة متاع بطل، أم أنه الفرق الكبرى ما ترضى كان بالتتويجات والألقاب أو يعتبر موسمها فاشل. أبعد ما يكون الحديث على موسم فاشل بالنسبة للترجي، الفريق اللي سجل 60 هدف واللي يتحصل على 72 نقطة في موسم ما نجموش نحكيه على فشل يظهر. بكل احترام الناس كل يتكلم على فشل ليس له أي علاقة بكرة القدم، ما يعرفش كرة القدم، ما يعرف إيش يتكلم على فشل. شوف فشل شنو؟ بوديوم ترجي، ترجي شنو؟ أنا قبيلة كي قلت لك راهو الفارق بين الإيطوال والترجي 5 نقاط، 5 نقاط اللي ربحتهم الإيطوال على بلادها على أرض ميدانها أكثر من الترجي، الترجي خسرت 5 أنا هما اللي خسروهم، 3 ضد زرزيس و2 ضد الإيطوال. شوف معناها الشامبيونات كيفاش تلعب، تلعب بالنسبة لي أنا فات زوج ماتشات هذوما الأكثر على الأقل، خاطر كي تشوف معناها الترجي بالرغم سي لا مير أتاك، سي لا مير أتاك أفضل خط هجوم ولا بالنسبة لي أنا بوديوم، بالنسبه لي انا حقه هدف كبير اللي معناها ربط الابطال هو مهم جدا، خاطر برستيج ترجي، خاطر الفرق الكبرى يكذب عليك في الشامبيونات اوكي يقول لك محلي، ولكن التواجد على المستوى القاري عنده قيمه كبيره ياسر، فهمتي؟ هذا من ناحيه، ونعرفه في الاخر معناها فما كوب دي موند وان شاء الله ربي يوجه الناس كل خير. بقى شو الترجي التونسي خلينا نعرفوا، عرفت من الاول بون بعدين جات ستابيليتي مع عمار فودي لا فيريتي، تو انا جوج لونترنور سو ريزلت، عندي قدامي ترتيب، عندي قدامي دي شيء الارقام لا تكذب. البارح قلت اللي يمكن ليسبيرونس بيناليزي من غياب فخر الدين بن يوسف، انا كنت نتصور لو فخر الدين بن يوسف جاء في اقصى حالاته كان يعطي اضافه كبيره ياسر للترجي ويحتمل ما نشوفوش في كلاسمون هذا. بالنسبه لي انا بون غاب بن يوسف اللي سمعنا راه انه يصاب على مستوى وين قلت بون البارح ان شاء الله معناها باش فيه غدوه باش يعمل عمليه، معناها مش كروزير يعني مش اللي معلومه اللي عندي ان شاء الله ربي انا عندي مهما اصابه خايبه مهما كانت الاصابه ما نتمنوهاش لاي لاعب، خاطر حياته ومستقبله كذا هو جسمه وبدنه وثقيله وكذا. تبقى بالنسبه لي انا الترجي موسم ناجح على كل المستويات، وليدة صغار لعبوا شو اخر وكاولي الارقام اللي قلتوها وكما قلنا والبوديوم وكاو سالت فتحي يظل توافق كلام الكابتن، موسم ناجح الارقام تحكي عليه حتى ولو ترجي لم يفز بالبطوله. بالطبيعة ارجع معليش عندنا ذاكره قصيره احنا، النجم الساحلي الناس كلها حكيت عليه، وكي تسمعك تحكي عن النجم الساحلي البطل تقول هارب 50 نقطة على الفرق الأخرى. النجم الساحلي راهو عنده زايد على الترجي ونادي الشاقسي، عنده عام زايد عليهم
عام خدمة معنا. عام خدمة، عام نفس الفريق، نفس الإطار الفني، ونفس نفس المجموعة، ونفس كل شيء. الترجي فريق جديد السنة، الناس تنسى أنه في سبتمبر في بداية البطولة يخسر 3 في المرسى وخارج من كأس كاف كارثية. دونك الترجي عنده عام ناقص، ولكن رغم هذا الكل عام ناقص معناه مازال النضج مازال اللحمة مازالت، ولكن رغم هذا اللي يحكينا عن نجم وكذا مهز البطولة إلا في الجولة 29، مهز البطولة إلا في الجولة 29، وهذا بفضل ماذا؟ بفضل الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. إسبانوس عندها فريق، عندها فريق الفريق الأولمبي نتاعنا قذاته تقريبا الكل، عملت مقابلات كبيرة ياسر، نتائج كبيرة ياسر، أحسن خط هجوم. بون اللاعب ما تبعش معناها باش تقول فرجة وكذا، ما تنجمش كل شيء يجي مع بعضه في نفس الوقت. نقطة الضعف الوحيدة نتاع الترجي السنة هو الوقت، ما كانش كافي بطبيعة الحال باش الفريق يكون حاضر. اثنين اللاعبين الأجانب، الترجي قوته كانت في اللاعبين الأجانب والإضافة متاع اللاعبين الأجانب. شكون أفول؟ شكون عوض أفول؟ أفول بوليفالون كما يحكي مش خالد. مش سهل فتح أن كل مرة تلقى العصفور النادر معناه، ولكن الترجي عودنا وأنه السنوات الأخيرة يجيب لك إيرام وأفونسونتر، يجيب لك أفول يعني، يجيب يانيك، يجيب ملاعبية. إسناء نقطة ضعف الترجي في الانتدابات الأجانب، والباهي معناه يخلي وأنه المستقبل بالنسبة للترجي وأنه فريق في طور البناء، تزيدوا بونوس وتزيدوا زوز ولا 3 ملاعبية أجانب يكونوا في مستوى عالي جدا، ونتصور أنه الترجي معناه مستقبل قدامه. حكينا